تحت عنوان واحد اتفق الأهالي في سوق الشيوخ على تسمية قضائهم بالمنهوب والمنكوب نتيجة لما يعانيه منذ أكثر من 10 سنوات من إهمال في تقديم الخدمات وقلة المناطق الترفيهية. إذا اليوم أبسط مطرة في قضاء سوق الشيوخ تغرق شوارع سوق الشيوخ وتغرق البيوت. قبل فترة خصصوا مبلغ 7.5 مليار لقضاء سوق الشيوخ لترقيع بعض الشوارع ولتبليط بعض الشوارع، وأنا اقترحت عليهم، قلت بما أنه لا توجد مجاري في قضاء سوق الشيوخ بالتالي هذه الأموال 7.5 مليار راح نشيلها نذبها وين؟ بالهور. ولا مشاريع خدمية ولا شوارع ولا مؤسسات، وهناك بنى تحتية متهالكة، ولا نعلم أين ذهبت الأموال التي رصدت للقضاء، حيث أننا نطالب ومن منبر التغيير الأخوة في مجلس النواب بعدم التدخل في إيقاف إقالة مدراء الدوائر وبالأخص قائم مقام قضاء سوق الشيوخ. وعلى الرغم من التغيير المتكرر في إدارته التنفيذية، ما زال القضاء يعاني إهمالا واضحا من قبل حكومات ذي قارة المتعاقبة، فيما تزداد نسبة البطالة فيه سنويا، والتي ظهرت نتيجتها تظاهرات شبابية تم على إثرها إعفاء أغلب مدراء الدوائر. نطالب أن يديرون بالهم على القضاء، ديروا بالكم، ترى القضاء الآن في حافة البركان والانفجار، قسما بالله لنا ثورة، نحن كثوار سوق الشيوخ لنا ثورة، راح ناكل الأخضر واليابس، وهو الموت، الموت هو واحد ما يصير اثنين، نموت على الحق أهون ما نموت بذلة. أي قائم مقام يجي يضغطون علي، أريد من عندك كذا، أريد منك القطع، أريد، هاي المحاصصة بسوق الشيوخ، إضافة إلى قلنا أجي شخص آخر بصفقة مالية ونطالب الآن ولنا صولة عليه إن شاء الله لإقالته. وعلى الرغم من قلة الخدمات في قضاء سوق الشيوخ، تسجل الطرق الخارجية في هذا القضاء أكثر حوادثا وإزهاقا لأرواح مواطنيه. من قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية، إيهاب الخفاجي، قناة التغيير.